خليني ارحب بالسيد النائب ايهاب رمزي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذتنا العظيمه. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور ايهاب. وحضرتك طيبه يا فندم وكل مشاهدينا الطيبين. ايه اهم ما في هذه التعديلات؟ ليه علاقه مباشره بالمواطن تفيده؟ اول حاجه احنا القاعده او القانون المطبق الان انه الجنايات وهي الجرائم الكبيره المغلظه لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجه واحده. وهذا الامر استدرجه او يعني ادركه المشرع الدستوري في 2014 وبالتالي نص عليه في الدستور واعطى مهله 10 سنوات في الدستور لترتيب وتدبير استئناف الجنايات. وعلى طب ممكن تبسط لي اللغه شويه؟ يعني اقصد نقول هيفيد المواطن في ايه؟ يعني او في حاجات خاصه بالمتهم بشكل محدد مفيده بالنسبه له؟ المفيده بالنسبه للمتهمين او المتقاضين. او المتقاضين؟ انه انا لو اخذت حكم النهارده صدر بالمحكمه الجنايات اقدر استأنفه ويتعاد نظر القضيه تاني قدام المحكمه الاستئنافيه. تمام. ده ما كانش موجود في الاول. ايوه. كنا ناخد الحكم ملوش استئناف. تمام. فكان دي مشكله كبيره جدا. ايوه. وبيفقد طبعا حق وضمانه ان الاستئناف المتقاضي المتقاضي المتهم نعم يلغي له الحكم او يخفف من الحكم. نعم. فلما كان ما كانش قدامي الفرصه دي ان يخفف من الحكم او يلغي الحكم او اعيد نظر القضيه تاني وبدفاع تاني دي قدام دايره استئنافيه. اوكي. فطبعا احنا بطفره العداله هنا العداله الجنائيه. ايوه. العداله الجنائيه هنا حققت مكسب كبير جدا بين الاستئناف ده. ايوه. تخيلي حضرتك كان ممكن يقضى عليك بالمؤبد او بالاعدام او بالسجن المشدد 15 سنه او كده وما تستأنفوش. تمام. وفي حين في الجنح ان انا لو قضي عليا ب 24 ساعه كنت اقدر استأنفها. ايوه. فكانش في عداله في بالنسبه للجنايات لان الجنايات هنا كانت تمام ملهاش استئناف. طيب هنا هنا ليا سؤال بعد اذن حضرتك السيد النائب. امتى هيبدا العمل وتطبيق هذه التعديلات؟ بنصور يعني العمل ان شاء الله هيبدا فيه من سريان ومن باكر. تمام. ايه بقى يعني موقف القضايا المعلقه او ايه موقف القضايا القديمه؟ طالما انه الحكم طبعا انا هقول لحضرتك هو كان مشروع الحكومه اللي كان مقدم انه كانوا عاوزين يبدا سريان الاستئناف ده من 1 اكتوبر 2024. واحنا في المجلس اعترضنا وقلنا النواب اعترضوا وقلنا لازم ان يتم صدوره فور او يتم العمل به فور صدوره. واستجابت وزير العدل واستجابت لمطالب النواب وقالوا خلاص هيتم تنفيذ العمل دي فورا فور نشر التجديد الرسمي. تمام. وبالتالي كل القضايا المتداوله الان امام المحاكم اصبح أيوة. فيها استئناف. هايل هايل. كل القضايا المتداوله الان ولم يصدر فيها حكم لم يصدر فيها حكم اصبح ليها استئناف. داخل فيها التعديلات واصبح ليها استئناف. هايل. وهذا مكسب كبير جدا. اللي عاوز اقول لحضرتك حاجه في ناس اكيد قضايا كتير يا دكتور مش مشتغلين في المحاكم ناس بعاد عن المحاكم ما يحسوش بالمشكله دي لكن المشتغلين في المحاكم بالنسبه لنا انت حضرتك لا تتخيلي ده بالنسبه لنا انقاذ وعداله اكثر وضمانات اكثر وحقوق اكثر لكل اللي بيشتغل في السلك القضائي ولكل متهم والكل ما انا مركزه على فكره المتهم. يعني لكل متقاضي او متهم سواء مجني عليه او متهم. أيه. هذا الامر اصبح بالنسبه له نجده وانقاذ. تمام. بيجدد لديه الامل. ايوه. الاستئناف ده بيجدد الامل تاني. طبعا طبعا لا تتخيل طبعا. اول كان الحكم قضايا كتيره متعلقه او قديمه لم يصدر فيها حكم فبالتالي هتدخل في التعديلات. لا المتداول حضرتك المتداول ولم يصدر فيها حكم. هذا الامر
هيطبق بشأنه الاستئناف وله حق الاستئناف. يعني عدد كبير، انا بسأل عدد كبير. لا طبعا مستوى الجمهوريه بقى، تخيلي حضرتك عدد كبير جدا. بنتكلم في كم بالتقريب؟ الحقيقه يعني الاحصائيه مش عندي، مش لكن عندك. مثلا يعني مش اقل مثلا من 300-400 الف قضيه. يبقى 300-400 ألف قضية بقى عندهم أمل، زي ما قال. بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيادة النائب إيهاب رمزي. عندهم أمل في فكرة الاستئناف بعد التصديق على هذه التعليمات.